السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على ال political international relations ما بين الدول. الجزء اللي أنا هشرحه النهاردة هو جزء Cold War era ما بين أمريكا وروسيا. أوكي، أنا هشرح النهاردة يعني على جزئين، بمعنى أصح الجزء الأول يعني يجاوب لك سؤال لو جه في الامتحان مثلا speak about the Cold War era أو اشرح لي مثلا characteristics بتاعة Cold War era. الأول هو ال evolution of international system، متقسم لثلاث أجزاء. أوكي، سوري، أربعة. ال balanced power system، أو اللي هو ال multipolar system. أوكي، وال intermediate stage، وبعد كده Cold War era، وبعد كده ال post Cold War. تمام، أنا هتكلم النهاردة عن Cold War era. اوكي، دلوقتي لو جابلي في الامتحان بيقول لي اتكلم على ال characteristics of cold war، انا هقول له ايه؟ اوكي ماشي، ده الاول اللي هنعمله. تاني حاجة هنتكلم في تفاصيل زيادة وكتيرة جدا، بس بعد ما اخلص ال الاساس يعني بتاعي، بعد كده هنبقى نتكلم في التفاصيل دي براحتنا يعني. اوكي، cold war era ايه ال main features بتاعتها؟ دلوقتي انا كان عندي قوتين او two super powers اللي هم امريكا وروسيا. تمام، ال USA وال USSR. اوكي، الاثنين عملوا alliance system. ال USA عملت alliance system يعتبر مع اوروبا، western europe خصوصا، ال USSR eastern europe. اوكي، ال ايه اللي يميز برضو cold war era دي اول feature انها two super powers USA و USSR. اوكي، تاني feature انهم عملوا اتنين alliances، واحد اكسس، او لا بلاش اكسس، خليها بلاش دول المحور دلوقتي، دي كانت في الحرب العالمية التانية. عملوا السيستم بتاع روسيا، ال USSR عملت تحالف مع بعض الدول، معظمها Eastern Europe. اوكي، وامريكا عملت تحالف مع Western Europe يعتبر برضه. اوكي، ايه بقى؟ ادي كده اول وتاني وتالت فيتشر. تالت فيتشر ان الايديولوجي از فيري امبورتنت. اوكي، رابع فيتشر ان الالاينس سيستم واز فيري ريجيد. ريجيد معناه ايه؟ معناه صلب، ما ينفعش انه يتني، نون فلكسيبل. اوكي، تحت الفيتشر دي هنكتب ان مفيش اي دولة في اي الاينس من الاتنين تقدر انها تتحرك بحرية ما بين ال alliances دي. لا، هي خلاص انت طالما التزمت مع روسيا يبقى لازم تبقى تبعها، وهي مش مسألة التزام حقيقة، هي مسألة اجبار يعني. روسيا دلوقتي لو انت ما اتفقتش هتحتلك. امريكا كانت بتتحالف بقى ضد الـ الروس والنظام الشيوعي والايديولوجية اللي هي بتاعت الكومينيزم. اوكي، بس كده. عندنا ال Soviet Alliance كان اسمه Warsaw Pact، Warsaw W A R S A W Pact P A C T. ده كان ال Soviet Alliance أو اللي هو ال Russian Alliance. ماشي، هنقول إن سادس حاجة إن في طبعا greater role بقى ال international organizations زي كده، ال Union of Nations. اوكي، ده ظهر، ما كانش لسه ظهر في الفترات اللي قبل كده دور كبير فعلا لل international organizations زي ال Union of Nations ده. اوكي، عندي حاجة اسمها السابعة ان عندي bipolarity، هتلاحظوا ان النقط بتتكرر يعني الى حد ما. اوكي، سابع حاجة ال bipolarity، انا عندي اتنين super powers طبعا، كأنهم poles ل different magnets. اوكي، two poles of different magnets، الاتنين بي repel each other بس attract the countries around them، بيحاولوا يتحالفوا معاهم. اوكي، طبعا التحالف ده بيبقى نتيجة عن ايه؟ يا تهديد، يا اما انت مش خايف خلاص، يحاول يقولك استنى ده احنا هنحتل العالم. و يعني اعتبره كده بعد الحرب العالمية التانية كان في اسم كده ما بين ال USA وال USSR، و زي ما تقول قدامهم كنز، العالم كله بالنسبة لهم كنز، لأن هما الاتنين هما القوة اللي هزموا ألمانيا والأكسس بقى. ف
فانتصروا عليهم. وبعد كده قول ان باقي العالم ده قسمة وعايزين يقسموها عليهم. اوكي، فزي ما تقولوا اختلفوا. في بعض الدول اسمها non alignment countries، اوكي، اللي هي دول عدم الانحياز، تمام، لا انحازت لا للورسو باكت ولا للاتحاد بتاع اليو اس اي. اوكي، دول كانوا مين؟ اولهم مصر، اوكي، تحت قيادة جمال عبد الناصر، وسمعنا ازاي ان هو عمل السد العالي اعتمادا يعني على الاختلاف ما بين اليو اس اي واليو اس اس ار، حركة ذكية جدا. اوكي، وبرضو الهند، انديا، وغانا، ويوغوسلافيا سابقا يعني. اوكي، الاثنين اليو اس اي واليو اس اس ار او الورسو باكت والامريكان الاينس عرفوا انه ما ينفعش يبقى في وار. ازاي يعني؟ زي ما اينشتاين كان قالها: I don't know with what weapons they will fight World War 3, but World War 4 will be fought with stones and sticks. بمعنى ان لو حاربنا الحرب العالمية الثالثة دي بسبب النيوكلير weapons، الحرب العالمية الرابعة ان شاء الله هنحاربها يعني اغصان الشجر، عشان خلاص كده احنا هتبقى من كتر ال destruction اللي هيحصل مش هيبقى في حاجة نحارب بيها حتى. اوكي، ف both poles الاثنين يو اس اي واليو اس اس ار عارفوا انهم ما ينفعش انهم يضربوا بعض بالسوبر ويبنز، عشان حاجة خدناها قبل كده في reading اسمها mutual assured destruction. اوكي، الاثنين هيتدمروا. اوكي، ال delivery time of military power became very short. ما ده برضو دافع عن الواحد ما يهجمش على بلد، فهو كل واحد واقف محلك سر، والفكرة مش قادر ان هو يعمل حاجة مع التاني. اوكي، بس ففي حاجة اسمها military power، دي ال delivery time بتاعها بقى قصير جدا، عشان عندك صواريخ عابرة للقارات او whatever. الكلام ده كله طبعا في لحظة ممكن تتضرب. ف هي اسمها فعلا عابرة للقارات، اسمها intercontinental ballistic missiles. اوكي، في حاجة اسمها برضو nuclear deterrence اللي هو الردع النووي. اوكي، لو انت يعني من الاخر كده، لو انت ضربت له مثلا مفاعل نووي، هو هيدمر لك المفاعل النووي بتاعك في ساعتها برضو بصاروخ زيه بالظبط، ما تعرفش جالك منين. ده nuclear deterrence، انك تبقى عندك قوة نووية فمحدش يقدر ان هو يهجم عليك، وده اللي بتحاول تعمله ايران دلوقتي. اوكي، عشان بالظبط ما يحصل لكش كاونتر اتاك، هتلاقيك انت اتقضى على القاعدة النووية اللي انت ضربت منها الصاروخ ده اصلا. اوكي، لما ال situation بقى tension فعلا وبقى serious قوي، حاولوا انهم يخففوا من ال tension ده عشان ما يحصلش major confrontation، اللي هو يبقى خلاص يعني الحرب قامت ما بين ال USA وال USSR. اوكي، فعشان ما يعملوش كده they tried to ease tensions. اوكي، يعني حاولوا يقللوا طبعا في المحادثات اللي هي ال limitation of nuclear weapons وال reduction of nuclear weapons، هنوصل لهم دلوقتي. اوكي، بس وهم حاولوا طبعا يقللوا شوية تطوير الأسلحة، عشان أو they tried to ease cost of developing arms since it was very costly. كلام غالي جدا طبعا. اوكي، الاتحاد السوفيتي كان عامل خطة ان هو عايز يلف حوالين ال United States and destroy it in the end، او يحتلها. اوكي، وهو ده اللي سبب اصلا بداية الحرب العالمية، سوري، Cold War، الحرب الباردة، مش الحرب العالمية. اوكي، بس فالاتنين عملوا محادثات اللي هي يعني they held talks. اوكي، في two talks حصلوا، اللي هو strategic arms limitation talks و strategic arms reduction talks. اوكي، اول واحدة انك تحد يحطوا سقف لعدد الاسلحة النووية اللي ممكن تمتلكها الدولة، قول 7 اسلحة مثلا وخلاص على كده، على 7 اسلحة نووية، 7 ولا كام رأس نووي بقى مش عارف بصراحة التفصيل بالظبط.
بس حطوا ليميت للموضوع. الله اعلم بقى اذا كان فعلا حتى خطاه منهم او لا، بس ده اكيد يعني. وفي ال strategic arms reduction talk انهم يقللوا من الاسلحة النووية دي. اوكي، وفي معاهدة اسمها nuclear non proliferation treaty، اوكي، او معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية. اوكي، التوكس دي وصلت للمعاهدة دي، اوكي، من الدول اللي هي ما وافقتش، زي الهند وزي اسرائيل وباكستان وايران. اوكي، طبعا شايف انهم عملوا الصح يعني. مصر طبعا وافقت، وامريكا ما وافقتش. الغريب ان هي مع انها هي اللي عاملة المعاهدة، بس زي ما تقول كده في دماغهم معتبرين نفسهم البابا يعني، ولا اقول ماما امريكا، فهي ممكن تلعب بالسكينة عادي اللي هي nuclear weapons، انما الاطفال ما ينفعش انها تلعب بالسكينة. اوكي، في 1980 في حصل تغير في ال international system. بسبب ايه؟ ان في حاجة system proposed by ال president اللي اسمه رونالد ريجان سنة 1983. انا عارف ان في ناس اصلا بتسمع المحاضرة دي عشان الحتة دي الحتة بتاع ستار وورز. كان اسمها strategic defense initiative. ايه ال strategic defense initiative دي؟ it's famously known as Star Wars. okay، ايه هي ال Star Wars؟ مبدئيا Star Wars ده كان فيلم كده كله ليزر و لايت سيبرز وكلام زي كده. اوكي، المهم ايه Strategic Defense Initiative او also known as AKA Star Wars؟ ماشي، هو كان مقترح ان في خلال الفترة الجاية دي باستخدام التكنولوجيا بتاعت ال USA كان عايز يبني military bases. طيب يا سيدي، ال military bases دي على الأرض؟ لأ، ده في الفضاء. اوكي، ازاي؟ orbit earth وعليها computers وكاميرز وليزرز. طبعا عندهم الموضوع كان كبير جدا، دلوقتي I think انه اتحقق يعني، والله أعلم. بس حتى لو ده ما اتحققش، عندهم surveillance بالقمر الصناعي فعلا بدرجة عالية قوي دلوقتي. اوكي، المهم هو عمل ليه بقى ال Strategic Defense Initiative دي؟ اقترحوا ليه رونالد ريجان؟ قالك انا هعمل الليزرز دي وهعمل ال military base اللي بتدور حوالين الارض دي، عشان لو حصل اتاك من السوفيت يونيون بطريق ال nuclear missiles، جاي لسه هيطلق عليا nuclear missile، انا اقوم جايب الليزر ده مدمر له القاعدة بتاعته. اوكي، يعني زي ما تقول كده، بدل يعني حتى لو النيوكليير ميسل اصلا ما ضربش امريكا وضرب حتة جنبها، امريكا برضو هتتأثر بالاشعاعات النووية. فقال لك لا، ده انا هخليهم هم اللي يتأثروا بقى، لو هيجوا يضربوا عليا انا صاروخ نووي، لا ده انا هدمرهم انا الاول. اوكي، بالليزر. ماشي، فالتدمير يحصل عندهم هم، وهم اللي يتأثروا بالاشعاعات النووية دي. واحنا طبعا كلنا عارفين اللي هي تشيرنوبل، المفاعل النووي اللي انفجر في روسيا، برضو ده يعني كان مثل كبير قوي على ال ان once ال nuclear radiations دي بتحصل بتخرب الدنيا، خربت ال crops وخربت الموت الحيوانات وبشر وكله يعني. اوكي، بس في الوقت ده ال USSR ابتدت اقول ايه، تخسع شوية من ناحية الفلوس، فما قدرتش انها تفضل في السباق بتاعها مع امريكا. اوكي، فايه اللي حصل بقى؟ جه بريزيدنت اسمه جورباتشوف. اي ثينك ان هو ما كانش بريزيدنت، لا كان برايم مينستر. المهم قال ايه جورباتشوف ده، لان هي اتس بارلمنتري سيستم، اي ثينك سو. ايه، اوكي، حاول يظبط السيتويشن ده في 1985، لان هو دلوقتي مش مستحمل او مش قادر، نفسه خلص في سباق التسلح ده او الارمز ريس ده. فهيعمل ايه؟ عمل حاجتين، واحده اسمها بيروسترويكا، اوكي، وجلاس نوست. ايه المبدئين دول؟ هما الكلمتين روسيين. انا بصراحه I'm not sure of the يعني accurate spelling، فشوفوا جورباتشوف على جوجل وهيطلع لك تحتهم اكيد البيروسترويكا والجلاس نوست. اوكي، هو حاول يعدل عن طريق البيرسترويكا والجلاسنست. يعني ايه مبدأ البيرسترويكا ومبدأ الجلاسنست؟ البيرسترويكا معناها إعادة البناء،
اوكي عملها في ايه؟ عمل اعادة بناء في النظام الاقتصادي عن طريق عمل ازاي يعني اعادة بناء في النظام الاقتصادي عمل ايه؟ احنا عارفين ان السيستم بتاع ال USSR كان كوميونست اصلا، تمام؟ فهو عمل ان هو ابتدت تظهر شوية الاسواق اللي هي الفري ماركتس، حاجات في حاجات بسيطة بس في السوفيت يونيون. اوكي، ده بالنسبة للبيرسترويكا. يبقى البيرسترويكا في الاقتصاد، ان ذا ايكونومي سكشن، حاول ان هو يبتدي يحول النظام يبقى ليبرالي على خطوات قليلة قوي. يعني الراجل كان بيحاول ان هو يصلح النظام، بس للأسف في ناس جت قالت لك لا، ده هو اللي خرب اصلا الاتحاد السوفيتي. اوكي، هو اللي وقع. اوكي، ده كان الكلام ده سنة 1985. طيب يعني ايه جلاس ناست بقى؟ الجلاس ناست دي اللي هي الشفافية، بمعنى كان عايز يخلي النظام السياسي في شفافية أكتر، بمعنى إن الواحد يبقى شايف قدامه الانتخابات وهي بتحصل. طبعا هي بالنسبة لروسيا كانت نظام authoritarian طول حياتها، يعني لينين ولا ستولين ولا إلى آخره. أوكي، نظام authoritarian، فهو حاول إن هو يعمل يعني شفافية شوية في الحكم، وابتدى إن هو الانتخابات ياخدها seriously، رأي الشعب ياخده seriously. الكلام ده كله طبعا فشل، وسنة 1990 1991 الاتحاد السوفيتي انهار. اوكي، واتقسم زي ما احنا عارفين لعدة دول في اوروبا. وبكده طبعا يو اس اي هاد وان خلاص، ده كولد وار عشان ناظرها او الغدو بتاعها طلع خلاص كده انهار، اقتصاده انهار. اوكي، في حاجة بس لازم نلاحظها برضو، ان ال USA عندها حاجة اسمها Anti Missiles Defense. لو حد شاف يعني غير ضحك ليلة صوت بغداد، كان يعني نفس المفهوم ده هو متطبق فعلا عندهم، ان زي ما تقولوا الجدار العازل بتاع الصواريخ ده او كده، ده اكيد متطبق عندهم يعني. وفي حاجة اسمها هو دكتور محمود قالها انتي ماسل ديفنس، وفيها يعني هي ليها اسم تاني ده من عندي انا، اسمه كاونتر ميجرز ديفنس. هو مش من عندي، مش انا اللي مؤلفه يعني، هو اللي بيستخدموه، هما اللي بيستخدموه، بس انا قريته قبل كده فقلت اقوله لكم برضه. اوكي، تعالوا بقى خلاص كده. احنا بالنسبه لو انت كتبت الكلام ده في الامتحان، يعني الراجل حرام عليه بصراحه لو ما ادكش درجه نهائيه في السؤال. بس تعالوا يعني اقول لك ايه، نرغي شويه في الكولد وار ايرا. ماشي، كولد وار ايرا انتهت سنة 1990 مع نهاية النظام الباي بولر. اوكي، كان في تو ميجر ايديولوجيز، الواحد الليبرال او الكابيتالست. احنا عارفين طبعا النظام الليبرالي ضلع من ضلوعه الكابيتاليزم، الضلع الاقتصادي اسمه كابيتاليزم. اوكي، الاثر اللي هو كوميونيزم، الايديولوجي هتبقى ماركسيزم، والايكونومي هيبقى كوميونيزم. او هو طبعا ما فيش حد وصل للكوميونيزم، كله اخره السوشياليزم يعني، عشان الكوميونيزم دي بقى حاجة زي الجنة، الجنة بتاعتهم، وصعب جدا انها تتوصل على الارض يعني. اوكي، المهم great powers were exhausted after world war 2. اعتبروني بحكي حكاية يعني، حكاية قبل النوم. الكلام ده كله رغي في ال ملوش لازمة يعني، بس برضو لو حبيت لقيت معاك وقت انك تتكلم زي كده، تاخد درجات زيادة، تعجب اللي بيصحح ده، اكتب الكلام ده وتوسع فيه على قد ما تلاقي، على قد ما الوقت يسعفك يعني. اوكي، بعد الحرب العالمية التانية ال European colonial powers lost their colonies، المستعمرات الأوروبية خاصة في أفريقيا، سوري أفريقيا أو أن أفريقيا، خسرت المستعمرات بتاعها يعني سنة حوالي سنة 1960، زي كده اللي في ليبيا، زي اللي في مصر، زي اللي في الجزائر اتسترا. اوكي، اللي كانوا مفرقينها عليهم دول على اساس انها ميراث ابوهم يعني. اوكي، احنا كدول صغيرة او دول افريقية بمعنى اصح، سمونا دول العالم الثالث او third world countries. اوكي، الغنية، الدول الغنية اللي معاها فلوس وليها اقتصاد قوي اتسمت ال first world nations،
اللي هو زي امريكا وزي الويسترن يوروب والى اخره. اوكي، سكند وورلد نيشنز دول اللي هم ايسترن يوروب وبعض الدول الاسيويه. اوكي، عملوا ايه الاتحاد؟ في اتحاد حصل، ميليتري يونيون زي ما تقول، ما بين كده الويسترن يوروبيان الاينسز، اسمه الناتو، حزب الناتو، تحالف شمال الاطلنطي تقريبا او حاجه كده، ام نوت شور يعني بصراحه. الايسترن بلوك بقى اللي هو الورسو باكت، تمام، نعتبر ان الناتو يعني كان بيتخانق مع الورسو باكت بمساعده اليو اس اي. اوكي، بعد الحرب العالميه الثانيه اليوروبيان باورز دي ضعفت جدا، وزي ما بقول لكم الدول العالم كلها ضعفت تعتبر ما عدا روسيا، وروسيا سابقا طبعا، الاتحاد السوفيتي سابقا، وامريكا. اوكي، فقرروا انهم يقسموا العالم على يعني تقسيم يعني الاثنين لقوا كده زي ما تقول 100 جنيه مرمية على الأرض، وهما الاتنين أقوى ناس، خلاص بقى اللي في الناس مش ضعاف جدا، مش قادرين يعني يعملوا حاجة. اوكي، أوروبا بالمناسبة، أوروبا أمريكا كانت عايز تساعد أوروبا إنها تبتدي تكبر تاني. يا جماعة خليكم معايا لآخر المحاضرة أحسن، عشان في كده كذا واحد اتنين تلاتة كام ثيوري كده وكام postulation يعني عايزين نقراها. وطبعا انا عايز اقول للناس بس قبل ما تسمع المحاضرة دي، انت لازم تبص على الكلام اللي في السلايدز بتاعت ال TA، عاملة سلايدز جميلة جدا وعاملة فيها كل ال theories وكل ال postulations وكله، فيعني ربنا يكرمها بصراحة، ما قصرتش من ناحية السلايدز دي، فعلا معانا حاجة نذاكر منها. بس فقبل ما تسمع المحاضرة تذاكر من السلايدز، لان الكلام ده انا جايبه من محاضرة الدكتور محمود. اوكي، فهو لخبط الدنيا وعكاها في بعض يعني، وانا فصلت منها كده على قد ما قدرت بصراحة يعني. فاحسن حاجة انك تبدأ الاول بالسلايدز وبعد كده تبص على الكلام ده او تسمع الكلام ده. اوكي، ال USA invaded and controlled Central Europe زي رومانيا وتشيزلوفاكيا والى اخره، الكلام ده بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ما طلعوا الألمان يعني. المهم دلوقتي بعد نهاية الحروب، المفروض ان التروبس are drawn and return to civilian life as US does. okay، يعني عادة لما الحرب بتنتهي ال USA بترجع الجنود بتاعها تخليهم civilians تاني. okay، however the US military present was important، كان مهم وجوده في أوروبا في الوقت ده، عشان من غيره ما كانش في امل للويسترن يوروبيان كونتريز، بمعنى فرنسا وايطاليا الاثنين، روسيا هي اوريدي، المانيا كانت، هي ايطاليا كانت مع المانيا اوكي في الحرب العالميه الثانيه واتغلبت. فرنسا المانيا احتلتها بسهوله جدا يعني، يا دوب خبطوا على الابواب الفرنسيين سلموا كده يعني. فالاثنين طبعا، والالمان دخلوا يعني فساد فيها طبعا. اوكي، ففرنسا وايطاليا الاثنين were very weak، ففي لحظة ممكن روسيا تدخلها تسيطر عليها. اوكي، وفرنسا وايطاليا الاثنين كانوا زي ما تقول الارض اللي حصلت ال World War II عليها. اوكي، they were almost completely destroyed، كانوا تقريبا متدمرين. لما ال USA سحبت جنودها وال USSR didn't، اوكي، ال USSR فضلت في Eastern and Central Europe، ما دخلتش على Western. اوكي، بيقول لك الأحزاب اللي هي الكوميونست ما كانتش قوية قوي قبل الحرب الثانية، قبل الحرب العالمية الثانية، بس بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ال USSR ما تحالفت مع أمريكا وغلبوا العدو اللي هو ألمانيا وإيطاليا إلى آخره، الكوميونيزم بقى ليها صيت وبقى ليها قوة في العالم.
بس كده Western Europe يعني had no chance to stand against ال USSR troops. كان في لحظة ممكن يدمروهم من غير مساعدة ال USA. كانت كل Western Europe اللي احنا شايفينها دي هتبقى دلوقتي communist. تمام. في وينستون تشرشل لو نسمع عنه. الراجل ده كان رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، بس خسر الانتخابات على طول بعد الحرب العالمية الثانية. اوكي، مع ان هو يعتبر يعني اللي مكسبهم بصراحة. المهم بعد كده راح اليو اس اي عشان يعمل خطاب في graduation معين في college معينة. I have no idea بصراحة هي ايه. ده extra information لو تحب تبحث عنه انت في جوجل او كده، طبعا اللي يريحك. تشرشل ادى خطاب، ابتدى ان هو يقول فيه ان السوفيتس ده دول threat. اوكي، مش كانوا حبايبنا يا عم وهزموا المانيا؟ لا، دول threat طبعا يا عم، انت كبرت وخرفت. لا، دول threat برضه، احنا لازم نتعامل معاهم طبعا. فالامريكان قال لك لا، ده راجل كبير وخرف. بس once ان هي ابتدت فعلا الحقائق تبان، لا ده ايه ده تشرشل طلع صح. طب يا ريتنا كنا سمعنا الكلام. ايه بقى الحاجات اللي فوقت امريكا لان كلام تشرشل ده صح؟ كانوا ثلاث حاجات. اوكي، ثلاث اهم حاجات هي اللي كان بيحصل في ايران، اللي بيحصل في تركيا، اللي بيحصل في جريس. ايران، تركي، اند جريس. اوكي، ايران كان في اليو اس اس ار موجودين التروبس والكولونيز بتاعهم في نوردرن ايرن في شمال ايران. اوكي، لما حتى بعد ما هم اتفقوا ان اليو اس اس ار اليو اس اس ار كانوا متفقين مع امريكا انهم هيسيبوا البلد ويمشوا. اوكي، وانس ان الحرب خلصت وطمنوا الاوضاع، لا ده كله تمام خلاص هنمشي. لا، قعدوا في ايران، في شمال ايران بالذات. ليه بقى؟ كانوا عايزين يدخلوا يجيبوا نفط من الخليج. اوكي، فايران الفيرست ستيب. بالنسبه لتركيا بقى طبعا ده الارم كده في دماغ اليو اس اس في دماغ اليو اس اي سوري. في تركيا كانوا يعني طالبين بضعة حريات من تركيا لما بيحصل كانوا عايزين معادن معينة من تركيا زي الفوسفورس والدراجنيل. اوكي، المعدنين دول كان السوفيتس طلبوا حريات من الأتراك، عشان طبعا والأتراك يعني مش هيقدروا انهم يقولوا لهم لا. دلوقتي السوفيت الاتحاد السوفيتي طلع من الحرب العالمية الثانية على قمة الدول وقمة البوليتيكال باور، ومحدش دلوقتي هيقدر يقول له لا. لو انت عندك تروبس فيه اصلا في لحظة ممكن يدمرك، ده الراجل نيوكلير يعني. اوكي، بس ده وطلبوا منهم كانوا عايزين فوسفورس اللي هو الفوسفور والدراج نيل. I don't know بصراحة المعدن ده نوعه ايه بالظبط، او يعني هو ايه بالظبط. بس كانوا ده الدكتور محمود اسماعيل قاله يعني. وكان في وجود نيفل يعني بحري في البحر الأسود والميديترينيان، البحر الأبيض المتوسط والميديترينيان، كانوا الاثنين واقفين في يعني في هقول ايه المياه الدولية بتاعة تركيا. اوكي، بالنسبة بقى لجريس، وده برضو كان ناقوس خطر في دماغ أمريكا. بالنسبة بقى لليونان، اوكي اليونان كان في دلوقتي اعتراضات قوية جدا من اليونان ضد النظام الشيوعي الكومينست. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ابتدت ال USSR او الكولونيز الموجودة في جريس دي انها تبعت تجيب تروبس من روسيا، يعني تعالوا بقى ساعدونا عشان احنا مش قادرين على الاسترايكس بتاعت اليونان دول. فابتدوا انهم يبعتوا لهم جنود يسيطروا على الوضع ويقلبوا جريس دي يقلبوا جريس كومينست. اوكي،
اوكي، بس في نفس الوقت جريس دي تعتبر البيز اوف ديموقراتيك ويسترن سيفيلايزيشن. لو وقعت تحت الطغيان بتاع روسيا هيبقى دي نهاية الحرية في أوروبا كلها. ساعتها كانت جريس هي محور القوة، في مش هقول محور القوة بصراحة، يعني هي بريطانيا كانت محور القوة تعتبر، بس اللي كانت محور زي ما تقول influence، يعني ليها clout. اوكي، ليها influence على باقي الدول كلها، وهي طبعا مؤسسة الحضارات جريس اكيد اليونان، ومؤسسة البوليتكس برضو جريس. بس فزي ما بقول لكم ليها انفلوينس جامد قوي على باقي العالم كله وباقي اوروبا خصوصا يعني. بس فهي ما قدرتش طبعا اليو اس اي انها تستحمل كل اللي حصل ده. طيب ازاي؟ هو في كلام عن اللي هو جيمس مونرو والبوستيليشنز بتاعته وكلام مع، بس الكلام ده كله يعني يستحسن انك تقراه من السلايدز. اوكي تاني يا جماعة، السلايدز. اوكي كان في دلوقتي في حاجة معينة بس لازم نتكلم عليها، اللي هو مستر اكس اخطر رجل في العالم. لا ده واحد اسمه جورج كانل. كان فورن هو كان فورن امباسدر وبوليسي ميكر. طيب بمعنى هو عمل ايه دلوقتي؟ عمل ارتكل اسمها فورن افيرز، كتبها تحت اسمه. لا طبعا ما يقدرش، هيقتلوه هيضربوه بالنار يعني. ده كان السوفيتس دول حبايبنا دلوقتي، مش معقول انهم يعملوا كده. والسوفيتس ذات نفسهم لو كانوا عارفوا برضه هو مين بالظبط 100% كانوا اغتالوه. اوكي المهم الارتكل دي اسمها Foreign Affairs، نشرت في periodical معينة. اوكي سوري، Foreign Affairs دي هي periodical ذات نفسها. الارتكل نشرت فيها كانت تتكلم عن حاجة اسمها containment plan. كان قال ايه بقى الراجل ده؟ قال كلام خطير جدا على السوفيتس. قال لك ان السوفيتس او الروس دول عايزين يلفوا حوالين العالم ويسيطروا على كل الدول اللي هي حوالين أمريكا لحد ما يحتلوا أمريكا ذات نفسهم وتبقى جزء منها أو يدمروها، حاجة من الاثنين. أوكي حاجة ال covert action ده اسمه containment strategy، والعكس كان اسمه containment strategy ال USA المفروض تعمل containment strategy لل USSR، هما اللي يلفوا حواليهم. اوكي فده طبعا اللي ادى الى بداية الكولد وار، الاتنين خلاص عرفوا نوايا بعض. اوكي الارتكل دي نشرت بعدها ب50 سنة برضو، عشان هي من الواضح انها يعني جت في الجون زي ما بيقولوا، it was very successful. اوكي في president اسمه ترومان عمل the Truman Doctrine، اللي هي ايه الترومان دكترين دي؟ البريزيدنت او العموم ما بيجي بيقول حاجة اسمها دكترين، زي ما تقول كده يعني هو ناوي يعمل ايه في فترة الحكم بتاعته دي كلها. اوكي يعني بيحط هيدلاينز كده يقول لهم بالصلاة على النبي انا ناوي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. اوكي بس فهو ايه اللي قاله ترومان ده؟ قال لك انا دلوقتي هساعد الكونتريز اللي هي الفيسينج دايركت او اندايركت ثريت، بمعنى من الروسيين طبعا بس كان بيحسس على كلامه، especially تركي و جريس. لو مش عارفين يطلعوا السوفيتس انا هطلعهم. okay assistance and help for the third world countries اللي هو زي حالتنا كده. okay بالنسبة لل economy كان في حاجة اسمها المارشال بلان، كان عايز يعمل major economic assistance to western european countries to develop the weakened economics and help rebuild the economies of countries. okay عايز يساعد western europa انها تستعيد مكانتها، وفي نفس الوقت انه لقى فيهم امل انهم يحاربوا معاهم ال USSR او يخربوها، فقال لك احنا نساعدهم. okay وهو برضو اسس الناتو ده، حزب تحالف شمال الاطلسي. I think so يعني.
اوكي. بس ال states بقى زي ما اقولك اللي قلنا اللي هي non alignment countries، مصر والهند وغانا ويوغوسلافيا. اوكي. بس اخر نوت كده، كان كان دكتور محمود قالها، في ال bipolar system مفيش flexibility، الموضوع rigid جدا، مفيش country تقدر تسيب ال pact بتاعها وتروح على ال pact التاني. لا، ده اللي عملت كده تشيكوسلوفاكيا، وحاولت انها تسيب الورسو باكت، وفي لحظة واحدة روسيا had a showdown with it ودمرتها completely يعني. اوكي. بس كده this concludes يا جماعة our lecture about the Cold War era. Please if you have any questions either يعني email me او مثلا tag me on Facebook اي حاجة، وانا لو عرفت فعلا اقدر اجاوبها لكم يعني، يا ريت. وخلاص كده ما خلصنا، ودي اخر محاضرة ان شاء الله هقولها في محاضرات delivery. بس بتمنى لكم التوفيق يا جماعة فعلا والنجاح، ربنا يستر علينا كلنا ان شاء الله. مذاكرة البوليتكس يا جماعة، تقروا الهيدلاينز بس، وال الهيدلاينز بتاعت الحاجات القديمة وانت تعرف ترغي فيها. اوكي. بالنسبة للحاجات الجديدة، تقرا المحاضرات اول حاجة، السلايدز بعدها، وبعد كده تبتدي تقرا من الكتاب لو عايز. بس ما ينفعش انك تمسك الكتاب وتقعد تقرا فيه، صدقني مش هتخلص لو انت لسه ما ذاكرتش يعني، او بس عايز تعيد كده على سنة معينة عايز ترغي فيها لو جاي يعني، خلاص التفوق مقطع بعضه، يبقى امسك الكتاب براحتك. اوكي. بس خلي الكتاب في الاخر احسن يعني. انت بس تذاكر زي ما بقولك المحاضرات، وبعد كده تبقى تبص على الكتاب ده عشان تعرف ايه الرغي. اوكي يا جماعة، يلا لو اي حد احتاج حاجة يا ريت يقول لي، واذا عرفت اجاوب له عليها يعني اكيد هعمل كده يعني. ان شاء الله كله بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله.